ما معنى يا شيخ يخوف؟ وهل هناك فرق بين الخشية والخوف؟ لا فرق بينهما، الخوف والخشية بمعنى واحد، يخوف أولياءه. قيل معناه أنه يخوف أولياءه بكم أيها المسلمون، يخوف الشيطان، يخوف الكفار، يخوف الكفار من شر المسلمين بزعمه. وقيل معناه يخوف أولياءه، يخوف المسلمين من أولياء الشيطان، يخوف المسلمين من أولياء الشيطان، كما في الآية إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالمؤمن لا يتضعضع إيمانه عند ذلك، ولا يقينه بربه ولا ثقته بربه مهما بلغ الكرب وبلغ الأمر. نعم.